النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم آخر توقعاتنا الجوية، نبدأها دائما بصور الأقمار الاصطناعية التي باتت تشير إلى تحرك كميات كبيرة من السحب والغيوم الممطرة قادمة من شرقي البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة. كما نلاحظ بحمد الله حطرت أمطار جيدة اليوم في مناطق واسعة من شمال وسط المملكة إثر تحرك هذه السحب والغيوم. المملكة تتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الثانية، وهو طبعا أدى إلى هطول الأمطار بحمد الله في مناطق مختلفة من شمال ووسط المملكة. إذا كما الجميع يعلم، هناك كتلة هوائية قطبية من المتوقع أن تتحرك من الأراضي التركية متجهة إلى منطقة بادية الشام مرورا في المملكة. فنلاحظ عبر آخر صور الأقمار الصناعية بدأ تحرك كميات من السحب في هذه المنطقة. كما نلاحظ بدأت السحب بالاندفاع جنوبا من الأراضي التركية باتجاه البحر الأبيض المتوسط. هذه السحب المتوقع أن تتحرك لاحقا خلال ساعات هذه الليلة باتجاه البحر الأبيض المتوسط ومن ثم باتجاه المملكة. إذن من المتوقع أن تتحرك المزيد من السحب والغيوم الممطرة المرافقة لهذه الكتلة الهوائية القطبية وتحركها باتجاه المملكة. لنرى سوية كيفية رصد النماذج الجوية العددية أو المحاكاة الحاسوبية لتحرك هذه الكتلة الهوائية القطبية. كما نلاحظ تواجد هذه الكتلة الهوائية القطبية في أواسط الأراضي التركية، أو حتى نستطيع أن نقول أنها في المناطق المحاذية لشمال شرق البحر الأبيض المتوسط. هذا الوضع ما هو عليه الساعة 8 من مساء هذا اليوم، إنما من المتوقع أن تتحرك هذه الكتلة الهوائية القطبية تدريجيا جنوبا، تدخل مع بعيدة منتصف هذه الليلة تقريبا المناطق الغربية من الأراضي السورية، ومن ثم تدخل إلى الأراضي اللبنانية مع ساعات فجر هذا اليوم. هذه الألوان هي الألوان كما تحدثنا أمس التي تعكس مؤشر برودة الأجواء، وبالتالي نستطيع أن نقول أن الكتلة الهوائية القطبية تغطي كامل هذه المنطقة، ومركز هذه الكتلة والأبرد فيها يقع في هذا اللون. الحركة كما لاحظنا كانت من الشمال ثم تحركت إلى الجنوب، ومع دخولنا في ساعات الصباح تدخل هذه الكتلة الهوائية القطبية وتتحرك تدريجيا باتجاه المناطق الشرقية من المملكة وبادية الشام، لكن أثناء مرورها تدخل في المناطق الشمالية الوسطى وبعض الأجزاء الجنوبية من المملكة، وتستقر لاحقا هذه الكتلة الهوائية القطبية على عموم المناطق الشرقية من المملكة ومناطق بادية الشام لاحقا طبعا خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، وتبقى في تلك المناطق. نستعرض أيضا سوية المحاكاة الحاسوبية توقعات الهطولات خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية. إذن مساء هذا اليوم أمطار متوقعة بمشيئة الله تعالى، وتهطل بحمد الله في مناطق واسعة من شمال ووسط المملكة، الأراضي الفلسطينية، أيضا بعض الأمطار في المناطق الشرقية من المملكة، بعض الزخات المطرية في المناطق الجنوبية من المملكة. نلاحظ مع ساعات يعني مع تقدمنا في الساعات تصبح هذه الأمطار والهطولات تغطي مناطق كبيرة تشمل المناطق الشمالية الوسطى الجنوبية من المملكة، ربما تكون غزيرة أحيانا. هذه الأمطار بعيد منتصف الليل تصبح ممزوجة بزخات من البرد الغزير أحيانا، وحتى أن بعض المرتفعات الجبلية العالية لا سيما الشمالية تستطيع أن نقول أنها قد ترى بعض الزخات الثلجية. نهار يوم غد يستمر الوضع على ما هو عليه، لكن مع ساعات المساء نلاحظ أن مع ساعات مساء الثلاثاء ومع حركة الكتلة القطبية شرقا تصبح مناطق واسعة من المملكة دون وجود هطولات تذكر سوى المنطقة الشرقية من المملكة. مع ساعات مساء يوم الثلاثاء يعني الساعة 8 تقريبا مساء الثلاثاء يتوقع أن تكون هذه الأمطار متركزة في المنطقة الشرقية، هي هطولات وليست أمطار. سنتحدث بعد قليل أن هناك ثلوج في هذه المناطق متوقعة في البادية الشرقية، بعض الهطولات في المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية. نرى سوية هذه الخريطة، خريطة توقعات الثلوج. هذه الخريطة تعكس أماكن تساقط الثلج وتراكم والسمكات المحتملة
في فترة تأثير هذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية الباردة معا. غدا صباحا تكون الفرصة بمشيئة الله تعالى مهيئة لتساقط الثلوج بشكل متقطع فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها تقريبا عن 1000 متر سطح البحر، سواء في المناطق الشمالية أو الوسطى أو حتى الجنوبية من المملكة، ربما تمتد إلى دون ذلك الارتفاع لكن لفترات قليلة خلال ساعات الصباح. فوق 1000 متر لا يستبعد حدوث بعض التراكمات إجمالا في المنطقتين الشمالية والوسطى. فوق 1000 متر إن حدثت التراكمات تراكمات محدودة لن تعيق بشكل كبير مسار الطرقات أو القدرة على المسير في الطرقات أو ظاهر الحياة العامة، إنما في المناطق الجنوبية من المملكة لاحقا خلال ساعات النهار تتركز عليها الهطولات الثلجية وبالتالي لا يستبعد حدوث تراكمات قد تعيق المسير على الطرقات في تلك المناطق. إذن صباحا تبدأ الثلوج على المناطق التي تزيد ارتفاعا 1000 متر سطح البحر تكون متقطعة، ربما تتراكم في هذه المناطق التي تزيد ارتفاعا 1000 متر ولكن يتوقع أن تكون بشكل عام تراكمات محدودة، لا يستبعد أن تمتد بعض الزخات الثلجية دون ذلك الارتفاع. يعني العاصمة عمان ربما تشهد صباحا بعض الزخات الثلجية بشكل عام لكن التراكم أمر صعب، إما نتيجة أنها أمطار مخطبة ثلوج أو نتيجة أنها الثلوج متقطعة بشكل عام، لكن ربما نرى الثلوج تتساقط في ساعات صباح يوم غدا. أثناء النهار تمتد الثلوج إلى المناطق الجنوبية وتتركز فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية ومن المتوقع تراكمها. لاحقا لمساء الثلاثاء وليلة الثلاثاء الأربعاء تتركز الثلوج في مناطق شرق المملكة، مناطق البادية الشرقية. التراكمات المتوقعة في المناطق الشمالية كما نلاحظ في مرتفعات عجلون، هناك متوقع منطقتي رأس منيف وثغرة عصفور، هناك متوقع أن يكون بعض التراكمات الثلجية المحدودة لكنها حاضرة خلال ساعات صباح يوم الثلاثاء. بعض التراكمات الثلجية الخفيفة في مرتفعات البلقاء العالية زي أم جوزة والبحيرة. نلاحظ العاصمة عمان بعض التراكمات الثلجية موجودة في أعالي والأحياء العالية من غرب العاصمة الأردنية عمان. انتقالا إلى محافظة الكرك، هناك بعض الثلوج محتمل أن تتراكم فوق المناطق العالية مثل لواء المزار الجنوبي ومؤتة. الرشادية في محافظة الطفيلة، هذه مناطق أيضا يتوقع أن يكون فيها تساقطات ثلجية متراكمة بمشيئة الله تعالى. مرتفعات الرشادية والقادسية أيضا، حتى الطريق المؤدي ما بين لواء الشوبك ووادي موسى الطريق الملوكي يسمى أيضا يتوقع أن يكون هناك تراكمات ثلجية في هذا الطريق، وصولا جنوبا حتى مناطق جبل مبرك والطيبة، وأيضا وصولا حتى جنوبا ربما رأس النقب. هذه مناطق يتوقع أن تشهد تراكمات ثلجية، وتحدثنا أن هناك بعض الزخات الثلجية في بعض الأجزاء الأخرى إنما غير مؤثرة بمشيئة الله تعالى. ننتقل أيضا معكم إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة. إذن أجواء باردة، درجة حرارة 4 درجات مئوية، أجواء باردة للغاية هذه الليلة. سنلاحظ هناك فرق في الأجواء، زخات من الأمطار بين الحين والآخر، بعض البرد يبدأ بالتساقط بشكل تدريجي، زخات من البرد، درجة الحرارة الملموسة -1، إذا الطقس بارد للغاية والرطوبة النسبية ترتفع إلى 98%. تعرف عن الطقس خلال 3 أيام القادمة ونبدأها بغدا الثلاثاء، أجواء باردة للغاية، شديدة البرودة فوق أغلب المرتفعات الجبلية العالية، يعني درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان كحد أقصى فقط 4 درجات مئوية، ليلا 2. نتحدث عن أمطار مخلوطة بالثلوج، السمة الأساسية للأجواء في العاصمة عمان غدا، زخات ثلجية على بعض الأنحاء في بعض الأوقات. ليلا هناك فرصة كبيرة لحدوث الإنجماد مع تراجع الفعالية الجوية غدا ليلا، يبقى هناك موضوع تدني درجات الحرارة وارد تنخفض إلى 200. الأربعاء تبقى الأجواء باردة غائمة جزئيا بوجه عام، هناك بعض الزخات المطرية محتملة، درجة الحرارة 7 درجات، بعض الضباب ليلا وأجواء تبقى باردة 3 درجات مئوية الصغرى في العاصمة عمان ليلة الأربعاء الخميس. الخميس هناك برضو تبقى هناك فرصة لبعض الأمطار الزخات خلال ساعات النهار 7 درجات مئوية. نهارا تعود الأمطار من جديد ليلا إن شاء الله ليلة الخميس على الجمعة مع بعض زخات البرد في إطار تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد. إذن هناك المزيد إن شاء الله من المنخفضات الجوية. إذن ملخص الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال 24 ساعة القادمة، هناك ثلوج متقطعة فوق المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر، قد تمتد دون ذلك لفترة قليلة من الزمن في المنطقتين الشمالية والوسطى. أعلى فرص للتراكم تكون في مناطق جنوب وشرق المملكة. طبعا قبل الختام بعض التوصيات بشأن الحالة الجوية السائدة في المملكة، نبدأها في الاستخدام الآمن لوسائل
وسائل التدفئة في ظل هذه الظروف الجوية الباردة وتدني درجات الحرارة، دائما ندعوكم إلى الانتباه والحذر الشديد أثناء استخدام وسائل التدفئة، ودائما طبعا نكون على حذر مثل هذه الأمور لا يستهان بها. الأمر الآخر هو من خطر طبعا تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، الانتباه أثناء القيادة إما بسبب الضباب أو حتى بسبب زخات البرد أو الثلج الذي قد يهطل بشكل عام. ندعو الله أن تكون هذه أمطار وثلوج خير وبركة. نلقاكم في نشرات أخرى، إلى اللقاء.